الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج، برنامج الأطفال يسألون، وحياكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في مستقر رحمته، وأن نكون من الذين رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهو يبين أهمية العمل الذي فيه الاستمرار، خير الأعمال أدومها وإن قل. المهم الاستمرار في العمل. فأنتم يا عيالي يا بناتي يا أولادي، إذا كنت في عمل طيب، وهذا العمل الطيب ما هو كبير بل قليل، فهذا القليل إذا استمريت فيه أحسن من العمل الكبير الذي فيه بعد ذلك الانقطاع. الإنسان المهم يستمر في العمل وإن كان قليل، فالخير كل الخير في الدوام على القليل، لأنه يدل على أنك أنت ملتزم، ويعني مهما تكون الظروف أنت مستمر على هذا العمل القليل. لو مثلا فرضا إنسان متعود أنه يقرأ مثلا في صلاة بعد صلاة الفجر، يقرأ صفحة، أنا ما أقول صفحة إن شاء الله تقرأ أنت أكثر من صفحة، لكن قول له فرضاً تقرأ صفحة كل يوم، أفضل منك أنك تقرأ 10 صفحات بعدين ما تقرأ شيء بعدين. كذلك لو واحد مثل متعود يصلي 2 ركعة صلاة الضحى مثلاً كل يوم، الحمد لله يصليها قبل يروح المدرسة مثلاً، أو إذا كان في العطلة، المهم استمر على 2 ركعة، بس 2 ركعة هذا، واستمر عليها سيكون فعلا هو أدى العمل الذي فيه الخير، وهو الاستمرار. كذلك لو أنت فرضا كل جمعة بعد صلاة الجمعة تعطي فقير دينار أو نص دينار أو حتى 1/4، بس أنت مستمر عليه أفضل من أنك ما تعطي شيء، أو تعطي مرة مثلا 5 دنانير بعد ما تعطي شيء. الاستمرار أهم شيء، الاستمرار خير الأعمال أدومها وإن قل. طيب الآن معنا هذا السؤال. السلام عليكم، معكم الطالب مرتضى حسن الفيلي. شيخ، ما معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ جزاك الله خير يا ولدي مرتضى. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دين يسر ما فيه مشقة، كل الأعمال في هذا الدين كلها فيها رحمة بالنسبة لنا. إذا أنت مريض، الله رفع عنك التكليف بالشيء اللي أنت ما تستطيع أن تصلي وأنت قائم، تصلي وأنت جالس، ما تستطيع أن تصلي وأنت جالس، تصلي وأنت نايم. إنسان ما يستطيع أن يصوم لأنه مريض، الله عز وجل أجاز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك. كل الإسلام، كل ما فيه من أحكام وتعاليم كلها قائمة على اليسر. اليسر يعتبر من مقاصد الشريعة، فتجد هذا اليسر في كل الأعمال. حتى أن الله سبحانه وتعالى يسر علينا فهم العقيدة، وما في أعظم من العقيدة طبعا. العقيدة عندنا في ديننا في الإسلام واضحة، سهلة، يسيرة. فرضا أنا أضرب مثال بس، ليس كمثله شيء وخلاص، ليس كمثل الله عز وجل، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا تبسطت الأمور لنا حتى في العقيدة سنعبد الله، ونحن ما نعاني من التعقيدات اللي يطرحها
يعني البعض في الديانات الأخرى. لذلك تجد في الإسلام الأمور التي تطاق، التي تطاق يعني في حدود طاقاتنا، وإذا كانت فوق طاقتنا الله عز وجل يخفف علينا. تجد من الأحكام العملية التكليفية مثلا الله عز وجل شرع لنا التيمم. طيب واحد ما يستطيع أن يعني يستخدم الماء، يعني بعض الناس تجده عنده مشكلة في جلده مثلا، وربما ينفر الجلد من هذا الماء. في ناس هكذا بعض الأحيان، خاصة إذا كان في جو بارد وهو مثلا في مكان بعيد في البر مثلا، خلاص تيمم يا أخي. أو إن الماء موجود بس ما يقدر يوصله، مثلا في سباع مثلا يتيمم. طيب ينتقل إلى التيمم، والتيمم سهل جدا، يضرب على الأرض مرة بعدين يمسح وجهه بعدين الكفين، هذا التيمم. بعض الأحيان المريض عليه أجهزة ما يقدر يتحرك من مكانه، ماذا يفعل؟ يتيمم. هذا كله يسر، المهم يستمر في الصلاة، ما ينقطع عن الصلاة. كذلك إذا سافر يقصر ويجمع بين الصلوات. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نطلع فاصل إن شاء الله ونعود إليكم إن شاء الله بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج، برنامج الأطفال يسألون. عندنا هذا السؤال. السلام عليكم، معكم جراح صلاح. يا شيخ، هل دخول الكلب الحراسة المنزل يمنع دخول الملائكة؟ جزاك الله خير وليدي جراح. طبعا كما تعلمون نهى صلى الله عليه وسلم أن يكون في البيت كلب أو صورة، والصورة المقصود بها طبعا التمثال، فالملائكة ما تدخل بيت فيه صورة أو تمثال. وسؤالك أنت الآن عن الكلب، إذا كان هذا الكلب للحراسة يعني مأذون له، إذا كان مأذون له ما يمنع دخول الملائكة. الذي يمنع دخول الملائكة الكلب الذي هو ليس يعني للحراسة. بعض الناس طبعا يشتري كلب غالي مثلا جدا، معنى ما يجوز شراء الكلاب أصلا، ويأخذ هذا الكلب داخل البيت ويربيه ويمشي معاه، بل يعني يمكن يفتخر فيه وهو يمشي بين الناس. كل هذه أمور ما تنبغي، والإنسان يعني هو أعظم وأجل من هذا الكلب. الكلب يعني هو حيوان نجس، يضرب فيه المثل يعني له ليس بطيب في كتاب الله عز وجل. وإن كان الكلب عنده وفاء، نعم عنده وفاء، وممكن الكلب يستخدم في أمور ناحية كشف المجرمين وغير ذلك، نعم، لكنها عموما إذا كان ما في حاجة، هذا المقصود به. إذا ما كان في حاجة إحنا ما نتخذ الكلاب يعني أصحاب ونمشي معهم وكأنه هو يعني صاحبي وكأنه هو أخوي، وكأنه وتجده يجعله بالغرفة في بيته، لا، هذا ما ينبغي. عموما كما الآن سمعتم، الكلب الذي هو للحراسة مثلا للأمر الذي فيه حاجة ما يمنع من دخول الملائكة. وتعرفون طبعا الملائكة إذا ما دخلت البيت، البيت ما فيه بركة ولا فيه خير أصلا. طيب عندنا سؤال آخر. السلام عليكم، معكم جعفر محمد. يا شيخ، بس عندي سؤال. من نوى عملا صالحا وهو لا يستطيع، هل يأخذ أجر؟ جزاك الله خير وليدي جعفر على هذا السؤال. اللي ينوي العمل الصالح لا يظن أنه ما يأخذ أجر، حتى لو ما عمل هذا العمل ما دام هو ناوي أصلا. في بعض الناس سبحان الله تصير ظروف، مريض أو مثلا ينشغل، أو مثلا تصير أمور طارئة أهم يعني من الشيء اللي بيسويه. هذه أعذار معذور فيها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام في
في سيرته المباركة لما رجع من تبوك قال للصحابة ما يعني سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني حنا في, 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 في الجهاد في تبوك، تبوك بعيدة عن المدينة جدا يعني. قال عليه الصلاة والسلام كان يؤكد لهم، نعم كان يقول وهم في المدينة حبسهم العذر. يعني السؤال هو إيش؟ أن الصحابة استغربوا وقال يا رسول الله يعني كيف هم في المدينة وشاركونا في الأجر؟ قال نعم، لأن حبسهم العذر. هذا يدل على أن الإنسان ينوي الخير، إذا نويت الخير ومو بيدك ولا بإرادتك ما تقدر يعني تفعل هذا الفعل الطيب فأنت مأجور وأجرك عند الله وصل. وأنا قلت لكم سابقا في حلقات سابقة أن النية تسبق العمل وهي أبلغ من العمل. طبعا بعض الأحيان يكون إنسان يعني يعمل لكن النية تكون ما هي النية التي يحبها الله عز وجل، ويتعب نفسه وربما يرهق نفسه ويبذل المال مثلا والوقت والجهد لكن ما يجد من وراء هذا شيء، بل ربما يكون عمله ليس لله وإنما لفلان وعلان. فالنية مهمة جدا جدا لأنها تتعلق بالقلب. دائما أعمال القلوب يا عيالي يا بنات انتبهوا، أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، لأن إذا صلح القلب صلحت الجوارح. دائما الإصلاح يبدأ من القلب، وأثر القلب عظيم على الجوارح. طيب هذا الأمر اتضح إن شاء الله لك يا ولدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. نختم بهذه الكلمات البسيطة ونذكر بها الآباء والأمهات. الآباء والأمهات دوركم دور تكامل وليس دور تبادل، يعني الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، كل واحد له دور. الله خلقه سبحانه وتعالى ينفذ الطبيعة التي الله عز وجل خلقها فيه، فالمرأة لها دور مهم والرجل أيضا له دور مهم. فلو أخذ الأب دور الأم والأم أخذ دور الأب فسدت التربية، فما تكون هناك عندنا تربية سليمة ويعني مؤثرة، وكذلك تحمي أبنائنا وبناتنا من الأفهام الخاطئة. الأفهام الخاطئة، الرجل رجل والمرأة مرأة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.